بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين سمينين أقرنين، فالأضحية إطعام للجائع. صك الأضحية السنة دي مع جمعية البر والتقوى المصرية هيضمن لك عملية الذبح على الشريعة الإسلامية خلال أيام التشريق، وكمان يضمن لك توزيع الأضحية على مستحقيها في جميع قرى ومحافظات مصر. ده غير نصيبك الشرعي اللي هيوصلك لحد باب بيتك خلال أيام العيد. العجل البلدي 4500 جنيه، الخروف البلدي 4500 جنيه، المعز البلدي 3500 جنيه، سهم الصدقة 250 جنيه. للتبرع لصالح جمعية البر والتقوى المصرية يرجى الاتصال على الخط الساخن أو من خلال الحساب البنكي